بص يا معلم، قبل ما نتكلم في اي حاجه، انا ما بقللش ان ريال مدريد خد الدوري وان ريال مدريد كان هو الاحق بالدوري الاسباني السنه دي. انا ما بقللش من اي حاجه. ريال مدريد هو الفريق رقم واحد في اسبانيا السنه دي، انا ما بقللش بكده. انا بحترم ده جدا، وبحترم كمان ان انا بشجع فرقه زي برشلونه عندها مشاكل كتيره قوي والفرقه محتاجه ان هي تتغير، بس الفرقه ما كانتش هتتغير لو خدت الدوري السنه دي. ليه؟ لان احنا كان هيبقى عندنا شويه نشوه علشان خاطر الفريق لسه واخد الدوري. هو ده بالظبط اللي حصل معاك كريال مدريد، انك تاخد الدوري السنه دي. انا ماشي في الطريق الصحيح، مع انك عارف ان الطريق الصحيح اللي انت ماشي فيه ده في شويه مطبات شويه مشاكل، اللي هو هل يعقل ان انت تكسب مثلا ريال سوسيداد وان انت تكسب ختافي بضربتين جزاء؟ هل ده ينفع ان انت تكون عندك عقم هجومي؟ سيبك، مش هنتكلم على التحكيم. هل مثلا امبارح انت محتاج ان تلعب قدام الافش ان انت تاخد ضربه جزاء علشان خاطر الجيم يفتح معاك، وحتى بعد ما يفتح معاك تلاقي ان هو في شويه مشاكل؟ هل ده ريال مدريد مثالي يستنى تطلع بعد كل ماتش تقول زيدان ده زيدان اختار الطريقه الامثل؟ لا، احنا كل كلامنا على ريال مدريد مقرر بقى لنا 3 4 5 ماتشات. بسم الله الرحمن الرحيم. بص، مبدئيا انا عارفك هتقول لي انت ما انت حاقد على ريال مدريد يلا عشان هم واخدين دوري السنه دي وعملوا ريمونتادا على برشلونه ومش هينفع كده، وما تتكلموش على اسيادكم يا خونه وخليكم انتوا في المشاكل اللي انتوا فيها. بص، مش عايزين شخص كل، يعني انت تعرف ناس عشان شخص معايا حاجه ما بالراحه كده يا اسطى كده، وخليك هادي عليا احنا بنتكلم مع بعض. الموضوع بسيط، انت ما كنتش شايف ان ريال مدريد عنده مشاكل قبل توقف الفيروس؟ ما كنتش شايف كده خالص؟ طب ما كنتش شايف ان ريال مدريد كان مؤهل قدام مانشستر سيتي الشوط الثاني؟ كنت شايف ده خالص ولا كل ده اتنسيته بعد ما شفت ريال مدريد وهو بيكسب ختافي وهو بيكسب بالباو وهو بيكسب امبارح الافش؟ ده طبيعي بتاع ريال مدريد ان هو كان بيكسب الفرقه دي، بس اللي مش طبيعي بتاع ريال مدريد ان هو يكسبهم بضربات جزاء. يعني لما لقيت انك كسبت ختافي 1-0 بضربه جزاء، ولما لقيت انك كسبت بالباو 1-0 بضربه جزاء، لا انا عندي مشاكل هجوميه، انا كده عندي عقم هجومي، خصوصا يعني ان انا ماسك الكوره طول الوقت وبصنع فرص، ومعنى ان انا بصنع فرص وما بعرفش اسجل معناه ان انا عندي مشاكل، او حتى لو ما بصنعش فرص وبلعب عرضيات بس معناه برده ان انا لسه عندي مشاكل. بس انت ما بتركزش في كل ده، انت دايما بتاخد النتيجه المجمله اللي بيتم تحليل المباريات عليها. ما المشكله الكبيره عندنا ان لما الفرقه بتكسب لازم تطلع تحلل من الفرقه زي الفل. طب الفرقه عندها مشاكل؟ لا، الفرقه ما عندهاش حد يتكلم عن المشاكل في عز المكسب. انا بقى بشوف ان الكلام في عز المكسب هو احلى كلام في الدنيا تتكلم عليه وتنتقد فيه الفريق، اللي هو الجمهور بيبقى عنده استعداد ويقول اه الكلام ده لو اتغير ريال مدريد مثلا ممكن يكسب الماتش بدري. انما في ناس ثانيه تقول لك لا لا لا، ده في ده ايه الناس دي؟ ايه الناس اللي بدأ؟ ايه الناس اللي سوداويه دي اللي بتدور على اي مشكله وفي عز الانتصار؟ طب ما لو انت لو ما حلتش مشاكلك في عز الانتصار هتحلها امتى؟ مستني لما الفرقه تتبط وتخسر عشان خاطر تقول عندي مشاكل؟ بس كان عندنا من الفتره اللي فاتت دي. طب ما تحلم الاول يا بابا، ما تحلم. يعني مثلا انت محتاج لعيبه نص ملعب بواجبات هجوميه. اه فيديكو فالفيردي ممتاز جدا، بس راجل هجوميا مش قوي. الراجل مش هو اللي هيحل مكان لوكا مودريتش. ماله مودريتش؟ انت مش ما كبر يا اسطى مودريتش، وغالبا كده السنه الجايه هيكون سيء. وبرده توني كروس بيديك ماتش كويس وبيديك 5 ماتشات سيئه. محدش يتكلم على توني كروس. انا بحب توني كروس جدا من ايام بايرن ميونخ وبحبه من ايام ريال مدريد، بس انا شايف ان توني كروس الزمن كالعاده مش ما بيرحمش حد. اذا كان الزمن لم يرحم ميسي وكريستيانو رونالدو فسيرحم توني كروس. خليك واقعي كده يا صديقي. طب خلينا متظبطين. بص تعال تعال، هل انت شفت مشاكل ريال مدريد الدفاعيه اتحلت؟ هل مثلا شفت ان سيرجيو راموس بطل ان هو يعمل زيادات هجوميه مبالغ فيها وهو دفاعيا مش متغطي باي حد حتى لو كازيميرو بينزل الدور الثالث؟ هل مثلا شفت ان الكلام ده فاد ريال مدريد، ولا هل شفت ان سيرجيو راموس توقف على ان هو يزيد في اوقات مش المفروض ان هو يزيد فيها؟ طب هل مثلا مارسيلو دوره الدفاعي اتحسن ولا مارسيلو دفاعيا اتحسن؟ هل مثلا امبارح لما شفت ان الفرقه بدون مارسيلو وبدون كارفاخال كان عندها زيادات هجوميه؟ هل شفت ده امبارح؟ طب هل مثلا بتشوف ان الفرقه لسه فعلا تستحق ان انت تكمل على الاسلوب اللي بيلعبه زين الدين زيدان بتاع ان احنا ندور كوره ونلعب عرضيات؟ هل شفت الكلام ده؟ اتوقع انك ما شفتوش. ليه؟ ما انت بتكسب، ما فيش حد بيقول لك ان انت عندك مشاكل. انا بقى بقول لك الكلام ده، يعني انا صديقي باخد من عنك الحاجات اللي انت مش عايز تفكر فيها، فمفترض يعني انك تكون جنتلمان وتشكرني، مش انك تقعد تشتم في اهلي اللي هو مبروك كسبت وزي الفل بالنسبه لك، بس عندك شويه مشاكل. هتقول لي برشلونه؟ لا، برشلونه مش عندها مش برشلونه واخدين الخلاط كله بتاع المشاكل وحاطينه في بعض، فرقه كبيره وبص مشاكل كتيره قوي. انما انت كريال مدريد الموضوع بالنسبه لك محتاج ان انت بسرعه تعمل الترانسليت بتاع ان انت تعمل يلا رجاله اللعيبه كانت موجوده قديم يلا رجاله الواحد ورا الثاني كده نتسبسبه على الدكه ونغيرهم كده ونعمل بقى قوام جديد. انما القوام دلوقتي لا، هو سيرجيو راموس وفاران لسه مستمرين زي ما هو، مارسيلو وكارفاخال زي ما هو، توني كروس ولوكا وكازاميرو برده لسه زي ما هو، بنزيما هو اللي زي ما هو. انما الاثنين اللي حواليه هم اللي بيتغيروا، والاثنين اللي حواليه عندهم مشاكل في محاوله اثبات النفس، لان دول شويه شباب بيحاولوا ان هم يثبتوا ان احنا نستحق نلعب في ريال مدريد. شويه شباب بيعملوا مجهود ممتاز جدا، وشويه شباب عندهم مستقبل واعد، بس لحد دلوقتي الحاضر بتاعهم بيقول ان لسه ارقامهم سيئه. ايدن هازارد انت كنت رامي عليه حاجات كتير قوي ان هو هيجي يظبط الفرقه، لقيت ان هو بسم الله ما شاء الله تحس ان فلوسه حرام، مصاب طول الوقت.
طيب الكلام اللي انت بتقوله ده عبيط يلا ليه؟ طيب بالراحه بس، عشان الفرقه واخده دوري السنه دي. طب انت خلينا نكون واقعيين شويه، هل انت لو كنت استمريت بالمستوى السيء اللي انت كنت بتقدمه في قبل التوقف وما كانتش حصلت اي حاجه، هل كنت هتاخد دوري؟ ما اعتقدش. دي الفرصه الوحيده اللي اتاحت لك انك تاخد الدوري، لما انا توقفت لقيت ان انت عندك دكه وان انت محتاج ان انت تستخدم الدكه، فلما استخدمت الدكه بقى عندك فرصه كبيره جدا، علشان خاطر الخصوم اللي عندك ما عندهمش دكه. هتقولي مش ذنب بقى ان الفرق ما عندهاش دكه؟ اه مش ذنبك، هو حاجه بالنسبه لك فادتك وطلعتك بعيد عنهم، بس الحاجه دي ما تقولكش ان في دوري ابطال اوروبا هتاخد البطوله. انا شفت كلام امبارح بعد القرعه اللي هو يا اسطى بالراحه، بس الفرقه مش بالقوه اللي انت بتتكلم فيها، ريال مدريد مش بالشراسه اللي انتوا بتتكلموا. انا سمعت امبارح شويه كلام يشله، اللي هو ريال مدريد هيخلص على السيتي ويشلطه ويخش على يوفنتوس ويظبطه ويخش على الفاينل يظبط اي حد، اذا كان اتلتيكو مدريد ولا باريس سان جيرمان، ويلا يا اوروبا رجع لها كبير تاني. طيب تسال كل الناس اللي بيتكلموا في كوره على يوتيوب هل الكلام ده ممكن يحصل؟ بيقول لك لا، هو احنا بنتوقع ان مانشستر سيتي هو اللي يصعد، ونفس الكلام بيقولوا ان ريال مدريد ممتاز جدا في الدوري وريال مدريد بيطبقوا تدبير عالمي بعد ما بيكسب. طب يا جماعه طالما انتوا مش متوقعين ان ريال مدريد يوصل بقى على حساب مانشستر سيتي، طب ما تقولوا المشاكل اللي في ريال مدريد، ولا انتوا مستنيين تعثر قدام السيتي عشان خاطر تتكلموا فيها؟ طب افرض ما تعثرش قدام السيتي وجيت تعثر في الماتش اللي بعديه، هتقولوا ده ريال مدريد عنده مشاكل دفاعيه، وريال مدريد عنده مشاكل ان هو الايقاع بتاعه بطيء، وان هو ما عندوش استمراريه طول 90 دقيقه زي ما كانت عنده زمان، او حتى طول 70 دقيقه، لان مفيش فرقه في العالم عندها استمراريه طول 90 دقيقه. لا مش تقولوا كده، ليه انت؟ ده الموجه اللي شغاله كده. عايز تطلع ترند ظبط الفرقه، وزيدان رجع بالفرقه وكازيميرو وبنزيما، بس انا بقول لك لا، الفرقه دي محتاجه شويه شغل ومحتاجه شويه تدعيمات، وان انت ما جبتش مثلا لعيبه في نص الملعب بيكونوا بدلاء لوكا وبدلاء لتوني كروس مع الاحتفاظ بفريدريكو فالفيردي وكازيميرو تبني عليهم للمستقبل، هتتعب وهتاخد قبعه بصراحه. وطبعا الحكومه اللي قدام اللي كريم بنزيما، اللي انت لسه بتدور على مهاجم، وحتى لما تروح تجيب مهاجم تجيب مهاجم بروفايل يقعد على الدكه. عندك مشاكل، اه عندك مشاكل مش عيب، كل فرقه في العالم عندها مشاكل، بس انك تحاول تهرب من المشاكل بتاعتك علشان خاطر انت منتصر وعشان خاطر انت مبتعد بالصداره، لا يا اسطى انت بتشغل نفسك والله. انا عارف ان الكلام مش هيعجبك، بس انا بقول لك الف مبروك لك على الدوري يا عم، والله الف الف مبروك ليك. انا شايف الدوري الاسباني السنه دي كان حاجه من الاثنين، يا هيدي لبرشلونه مساحه ان انت السنه الجايه تعمل ثوره وتطير ام الفرقه، يا السنه دي بعد ما يخسروا الدوري هيطير ام الفرقه. او ريال مدريد لما كنت بتشوف ان الفرقه تاخد الدوري تشوت ثقه وشويه دفعه، بس بعد كده لما الفرقه تيجي تخسر هترجع للواقع والمنطق والطبيعي انك الفرقه محتاجه تغييرات والفرقه فيها لعيبه كبروا. هتقولي ما احنا ظبطنا كل ده دلوقتي، اقول لك هتشوف لما تلعب قدام فرقه قويه هتشوف. انت مستعجل ليه؟ كلنا احنا قاعدين مطولين، ولو انت فاهم ان انا هروح بعيد، لا بس انا قاعد هنا في القناه ما عندناش اي حاجه نعملها، حتى شغل الحمد لله بندور عليه، بس احنا هنا في مصر مش شغالين في التدريب وكده، فعلى الله يا ساتر.